وائل، هنتكلم بقى عن الحادثة اللي حصلت لك. احكي لنا ايه اللي حصل. والله انا دايما بحكيها في يمكن في البرامج، بقول يمكن يعني لان لقيت ناس كتير جدا جدا اتعظت بهذا الامر. يعني في ناس كتير هتقول لي انت بسبب حكايتك غيرت حياتي، انت بسبب حكايتك غيرت حياتي، واعزمهم على الحفلات بتاعتي واقعد اتكلم معاهم، يعني اقعد بنفسي نقعد نتكلم مع بعض. يعني ناس كتير قوي والله ما يتعدوا يعني من كترهم. فده كان فضل من عند ربنا ومن عند الحمد لله. الحمد لله. لا انا كنت جريء وما بكبرش لحد يعني وعايش بره على طول. طش الشباب اللي كان متعود عليه الكل. لا وعايش لبره على طول، مش فايق يعني. يعني ان ما كنتش هتقدم لي معلومه فما تكلمش معايا. انا كانت حياتي كده، مش هتقدم لي معلومه مش هكتر معاك في الكلام. ما ممكن تسالني حاجه ما اردش. انا بصحى الصبح من النوم بقعد اتمرن على آلتي وقعد افتح صوتي. انا في حياتي في فني، فما حبش حد يخبط عليا يجي يقول لي على اي حاجه بره اللي انا فيه. فكنت كده طيش الشباب يعني. فالحمد لله رب العالمين يعني. وانا راجع من بلدنا خبطتني يعني، عملت حادثه بالعربيه ونزلت من العربيه، وبرده كنت يعني مش محترم. اتخانقت مع الراجل. اتعصبت شويه. اتعصبت واتخانقت مع الراجل. فالعربيه دي الموضوع بقى هنا بقى. شوف يا استاذ احمد، العربيه اللي انا اتخبطت فيها في الحادثه في الاول وقفت ونزلت وقلت له يا ابني انت كنت هتموت وتموتنا معاك. فهو لما رد عليا رد مش تمام، فحصلت خناقه وكده. كانت عربيه بيجو 2016 لونها اللون ده، معرفش اللي هو بيقولوا عليه موكا او شامبين او حاجه مش عارف ده. ومشي. انا حاطط بقى المقص بتاع العربيه بتاعتي بتتكسر خالص تماما، فمش عارف اعمل ايه يعني. ومفيش مش لاقي حد يشيلها من اقصى الشمال يوديها اقصى اليمين. فانا واقف حاطط المثلث قدام العربيه بشويه، واقف مستني صديق ليا جايب لي الونش وجاي عشان اشيل عربيتي. كانت عربيه نفس اللون، بس الاولاني كان من بورسعيد، الثاني كان من القاهره. نفس اللون ونفس النوع ونفس الموديل. راح خبطني من على الارض وانا واقف على الارض. مت بقى. كان على الشر. والله صحيح ده بجد يعني. زهقت روحي وردت فيها تاني بسبب امي يعني ودعوه امي يعني، ربنا يبارك لك فيها في العمر. فاتولدت من جديد. فبقيت قاعد اقول للناس يا جماعه ما فيش حاجه مستاهله. يا جماعه ما فيش حاجه مستاهله. خلي الناس تحبك. خليك نافع للناس. فمن ساعتها وانا بحاول اكون نافع للناس يعني خيركم انفعكم للناس. صحيح. يعني فبقيت احاول اعمل كده. يعني مش عايز حاجه من حياه من حد ولا عايز حاجه من الدنيا يعني زي ما بيقولوا يعني. وبربي محمود ورغد وعايش. ربنا يبارك لك فيهم. الله يخليهم لك. فلكن اللي هي المعنى نفسه الحكايه كان في التعاظل يعني. مهما كنت ومهما عملت في لحظه ده كان شر في باطنه الرحمه يعني. الحادثه دي كانت شر في باطنها الخير والرحمه كله يعني. انت قلت اتولدت من جديد واتولدت معاك حتى فن جديد. يمكن هو ده كان توهجك في واحد الغروب اللي احنا شفناه بعدها. ليا موقف مع سواق نقل. لاني بعد ما اتخبطت وردت فيها الروح بقى ما اعرفش ايه اللي حصل، لاني انا صحيت على رنه التليفون وكان امي. حتى اديت لصديقي قلت له رد. هو كان كل الناس واقفه بتبكي يعني زعلها يعني. اتخضت طبعا يعني. واقفين يبكوا، حتى اللي خبطني واقف يبكي يعني. فبقول له رد على والدتي يعني. ففي الوقت ده كان سواق عربيه نقل، راجل عنده في الخمسينات كده يعني حاجه و50 سنه، قفل الطريق كله بالنقل ونزل حطني شالني. هو خايف لا يكون انا مخبوط في دماغي يعني، في حاجه في دماغي. الخبطه هو شايفني بطير بقى يعني، عربيه خبطتني على الطريق بسرعه مهوله يعني. فقال لي ما تخافش انا مش هسيبك، انت ابني انا مش هسيبك. والله الراجل ده انا ما اعرفش دي جدعانه المصريين اللي احنا بوستو يعني. بقول لك ودي جدعانه المصريين اللي احنا متعودين عليها. عايز تقول حاجه؟ قلت له قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.